أيها الحفل الكريم، مرة أخرى تعلن انطلاقة جديدة في منافسات هذا اليوم ومنافسات هذا المحلي في يوم الخميس 19 من سبتمبر لعام 2013 في هذا المحلي الثاني في أول أيامه. مشاهدين الأعزاء، نرحب بالكل وبالحاضرين الذين قدموا لهذه المشاركة في ميدان الشحانية الذي أطلق عليه ميدان التحدي. نحن في طريقنا إلى إذاعتنا وإلى الوصف والتعليق مع الخمس أسماء، الخمس مراكز في بداية هذا الشوط والمركز الأول، وهذا الشعار الجازي في مقدمة الشوط، أو براقة للسيد فهد فهد بن حسين بن حمد بن جرحة بالمري في مقدمة هذا الشوط. اللي تليها في المركز الثاني شديدة هادي بن راشد بن ديلة المري، وفي المركز الثالث اللي قادمة في هذه اللحظات غالية قادمة أو عالية صالح بن دلبج بن العرج المري، وفي المركز الرابع اللي قادمة سرابة لسلمان بن عبد الله بن محمد البطين في المركز الرابع، وفي المركز الخامس اللي وصلت الطيارة محمد بن علي بن محمد بن علي بن نورة. مشاهدينا الأعزاء، دعوني أعود إلى مقدمة الشوط وأعود إلى هذا الاسم، وشديدة شديدة 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 في هذه اللحظات بشعار السيد هادي بن راشد بن ديلة المري الذي يتخصص بسن الصغار. مشاهدينا الأعزاء، ناخذ المركز الثاني سرابة اللي قادمة، سرابة بشعار سلمان بن عبد الله البطين المري في هذه اللحظات القادم، ويريد أن يذهب بالسلام إلى الأحساء هناك، إلى عجائب هناك. مشاهدينا الأعزاء، في المركز الثالث اللي قادمة مطفية اللي قادمة صالح بن محمد بن سالم الحبسي في المركز الثالث. ياهي أسماء، ياهي معركة ما بين الأسماء، معركة الصغار مشاهدينا الكرام، معركة في سن الصغار ولكنها معركة الكبار. مشاهدينا الأعزاء، سرابة في مقدمة هذا الشوط، سلمان بن عبد الله البطين، من يحافظ، من يسيطر، من يصارع من أجل البقاء، من أجل الفوز، لكن هيهات اللي قادمة شديدة 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 والشدة مع شديدة. هادي بن راشد بن ديلة، يا السلام. مشاهدينا الأعزاء، الله يا بن ديلة، الله يا بن ديلة. مشاهدينا الأعزاء، اللي قادمة في هذه اللحظات التي تقتحم المراكز من مركز إلى مركز وعينها على الفوز، وعينها على الفوز. مشاهدينا الأعزاء، اللي هي مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، هادي بن راشد بن ديله المري يطير بهذا الناموس. تهانينا له على فوز شديد في المركز الثاني، في المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثاني غير واضح رقمها. ناخذ المركز الثالث الطيارة لمحمد بن علي بن محمد بن نورة، وفي المركز الرابع اللي وصلت في المركز الرابع مشرفة سالم بن حمد بن هاملة المري، وفي المركز الخامس مطفية لسالم بن محمد بن سالم صالح بن محمد بن سالم الحبسي. تهانينا والناموس لمالك شديدة كما شاهدتم هذا الشوط، والتهاني لهادي بن راشد بن ديلة، هادي بن راشد بن ديلة المري. مشاهدينا الأعزاء، نتقدم له بالفوز، والتهاني والتبريكات والانتصار في هذا الصباح. سجل نقطة بشعاره وشعار شديدة، فازت بالناموس وفاز بن ديلة. تهانينا له وتهانينا لجماهيره أيضا. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس كما تشاهدون هذه لحظات الإعادة، وفازت شديدة، شديدة انتصرت بكل ثقة. التوقيت الزمني وتوقيت شديدة 2:55، 5 أجزاء من الثانية، 2:55 توقيت شديدة في المركز الثاني المجهولة اللي رقمها غير واضح، رقمها غير واضح وغير مسجل عندنا. توقيتها الزمني 2:55، 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث اللي وصلت وهي الطيارة ملك محمد بن علي بن محمد بن نورة المري. مشاهدينا الأعزاء، توقيتها الزمني 2:56، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. يا
قبل البداية عارفين الأوائل. إذن مشاهدينا الأعزاء نهنئ جميع الفائزين في المضمار الرئيسي وفي دورة البصير، وأنوه بأن نتائج دورة البصير وصلت ووردتنا في هذه اللحظات. الشوط الأول الرئيسي في مضمار البصير كان مع جبارة الفهيد بالراشد البريس المري، تهانينا والناموس. الشوط الثاني كان مع عزامة